عندك طفل أقل من سنة ومش عارفة تأكليه إمتى وإزاي؟ عايزة تعرفي الرضاعة الطبيعية لوحدها كفاية لحد إمتى؟ عايزة تعرفي نظام الأكل الصحي للأم اللي بترضع عشان يزود اللبن وعشان صحتها؟ تابعونا. أهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر. خلونا في البداية نتكلم عن نظام الأكل الصحي للست اللي بترضع عشان يزود اللبن وعشان صحة الأم نفسها. في البداية لازم الست اللي بترضع تاكل وجبتين صغيرين بالإضافة للوجبات الأساسية بتاعتها، والوجبات الأساسية دي لازم يكون الأكل فيها متنوع ويكون صحي، يكون فيه خضروات زي البسلة والفاصوليا وخلافه، ويكون فيه أسماك، يكون فيه لحوم، يكون فيه فراخ وبيض وخلافه، ولازم طبعا يكون فيه فاكهة كتير. الملح اللي نستخدمه لازم يكون ملح فيه يود، لأن اليود ده مهم جدا لنمو مخ الطفل، ومعظم الملح الموجود دلوقتي فيه يود. ممكن كمان الام تحتاج تاخد فيتامين د او فوليك اسيد، وده طبعا بعد استشاره الطبيب. لازم كمان الام تتجنب الشاي والقهوه، لان الحاجات دي بتقلل امتصاص الحديد من الاكل اللي هي بتاكله. ولو الام اقل من 18 سنه فلازم راحه اكتر ونظام اكل صحي اكتر من كده، لان جسمها في الاساس لسه بينمو هو كمان. ايه اللي نعمله بعد الولاده مباشره؟ بعد الولاده مباشره في حاجه اسمها الملامسه الاولى، لازم نجيب الطفل ونحطه على جسم امه لمده ساعه على الاقل. ده بيعمل استقرار في حالة الطفل النفسية، استقرار درجة حرارة جسمه، بيعمل ألفة بين الأم وابنها، بيساعد كمان في عملية الرضاعة الطبيعية. كمان لازم نبدأ رضاعة بدري في الساعات الأولى، لأن ده بيساعد في وقف نزيف الولادة. كمان بيبقى فيه لبن السرسوب اللي هو بيبقى مضاد للجراثيم، وبيبقى فيه مواد غذائية مفيدة جدا للطفل، وبيبقى كافي كمان للطفل برغم إن هو قليل شوية. وطبعا ممنوع أي سوائل من بره في الوقت ده، زي البيبي درينك وزي اليانسون وغيره وغيره. وبعد كده الطفل بيبدأ يرضع حسب الطلب ليل أو نهار. ووضعية الرضاعة طبعا الوضعية المشهورة وضعية الاحتضان، لو هي بترضع من الثدي الأيمن بتشيله على ذراعها اليمين وبترفع راسه شوية، لو من الثدي الأيسر بتشيله على الذراع الأيسر. لما تيجي الأم ترضع الطفل لازم نخليه يرضع من الناحية الواحدة الأول، ولما يخلص تماما وينتهي منها نبقى ننقله على الناحية التانية، لأن في حاجة اسمها الفور ميلك وحاجة اسمها البيهايند ميلك. الفور ميلك ده يعني اللبن اللي بيجي في الأول، بيكون خفيف فيه مية كتير، بيبقى وظيفته إنه يروي عطش الطفل أكتر. لكن البيهايند ميلك ده اللي هو بيجي في الآخر هو ده اللي بيبقى مليان مواد غذائية، وده اللي بيشبع الطفل وبيساعد في نموه. فقبل ما أنقل من ناحية للناحية التانية أتأكد إن هو خلص رضاعة من الثدي كاملة. وإذا كان الطفل مريض لا قدر الله، لو كان عنده سفرة أو أي مشكلة تانية وبينام كتير مثلا، فلازم طبعا أصحيه على الأقل كل ساعتين عشان يرضع. تعرفي ازاي ان طفلك بيشبع من الرضاعه؟ اول حاجه لو كان نشيط ومتجاوب، تاني حاجه لو كان بيزيد في الوزن، بتتابعي وزنه كويس عند الدكتور بتلاقيه بيزيد، تالت حاجه انه بيعمل حمام ميه حوالي 6 مرات في اليوم ولون الميه خفيف وفاتح. طيب لو مضطره تسيبي طفلك او تروحي الشغل، ودي طبعا حاجه ما نحبهاش لكن للضروره احكام، لو كنت مضطره تسيبي طفلك تتصرفي ازاي؟ افضل حاجه انك تعصري الثدي وتديله اللبن ده في غيابك، او اي حد يعني طبعا يديهوله في غيابك. تعملي الموضوع ده ازاي؟ اول حاجه طبعا لازم نظافه الايدين والادوات المستخدمه، لو في اكياس معقمه نجمع فيها الحليب ممكن، لو مفيش خلاص يبقى في اواني بس نحطها في ميه مغليه عشان نعقمها. بنعمل كمادات ميه دافيه على الثدي، نبدا بعد كده نعصر الثدي لحد ما يخلص، وبعد كده انقل على الثدي التاني، وممكن اكرر الموضوع ده كذا مره. وبعد ما اجمع اللبن ده بيكون صالح للاستخدام في خلال من 6 ل 8 ساعات بره الثلاجه، ولو جوه الثلاجه لمده 48 ساعه. وطبعا ممنوع ندي سوائل للطفل في غياب الام، زي اليانسون او الكراوي او الاعشاب والحاجات دي. دلوقتي هنبدا مع الطفل ازاي من عمر يوم لحد سنه. في البدايه لازم ياخد طبعا الجرعه الوقائيه لفيتامين د زي في دروب 4 نقط يوميا من عمر يوم لحد عمر سنه. بعد كده رضاعه طبيعيه فقط لحد 6 شهور، ما بنديش ميه، الطفل ما بيحتاجش ميه حتى لو في شهور الصيف الحاره، ولبن الام في اول 6 شهور بيكون كافي جدا وبيأمن له مصدر الميه والعناصر الغذائيه والحديد وكل الفيتامينات اللي بيحتاجها، وكمان بيبقى فيه اجسام مناعيه مهمه جدا لمحاربه الميكروبات والجراثيم. وبالعكس كمان لو ابتديت ادي الطفل قبل 6 شهور اكل او ميه او خلافه، بساعد كده في انه يحصل له انسهال او نزلات معويه، وكمان وزنه مش بيزيد ولا حاجه بعكس الطفل اللي بيرضع طبيعي فقط لحد 6 شهور. يبقى اول 6 شهور رضاعه طبيعيه فقط لا غير. في خلال الشهر السادس بقى لازم ابدا ادي للطفل اكل، لان الحديد اللي في لبن الام بيكفي لحد 6 شهور بس، بعد كده بيحتاجه من مصدر خارجي، فلازم ابدا ادي للطفل اكل. لازم تكوني عارفه لما الطفل هيبدا ياكل لون البراز هيتغير وقوامه وعدد المرات وريحته، ده حاجه طبيعيه طبعا. ولازم كمان تكوني عارفه علامات الحساسيه، عشان لما الطفل يجي له حساسيه من نوع اكل معين تبقي عارفاه. علامات الحساسيه دي اللي هي هيجان الجلد، احمرار الجلد، ترجيع شديد، اسهال، ضيق تنفس لا قدر الله. لما تيجي تبداي تدي للطفل اكل لازم طبعا تحسيه بايدك الاول عشان ما يكونش سخن عليه،
وبنقدم نوع واحد كل 3 ايام، عشان طبعا لو في حساسيه من نوع اكون عرفت هو الحساسيه ده من اي نوع بالظبط. ونيجي بقى نتكلم عن مراحل تقديم الاكل للطفل. اول مرحله هي خلال الشهر السادس. في خلال الشهر السادس ببدا ادي للطفل اكل بيكون مرتين بس في اليوم، كل مره حوالي معلقتين بس، والقوام بتاع الاكل طبعا بيكون زي المهروس، يكون مش سايب قوي زي الميه ولا ناشف ولا حاجه، يكون سهل البلالي. وفي البدايه طبعا ممكن الطفل يرفض الاكل ويتفه، لكن بالتكرار بيبدا يقبله ويتعود عليه. ولازم طبعا تختاري الوقت المناسب اللي تبداي تدي فيه الطفل الاكل، ما يكونش جعان وعمال يصرخ جدا من الجوع وتيجي تقولي هعلمه الاكل، ساعتها هيكون هو بس عايز يرضع، لان الرضاعه اسهل ليه من تعليم الاكل. تبداي تديله ايه في المرحله دي؟ ممكن تبداي تديله سيريلاك، ممكن تديله رز، ممكن تديله خضار مسلوق زي الكوسه، القرع، الجزر والبروكلي، وطبعا كل ده يكون مسلوق ومهروس وزي ما قلنا قوامه سهل البدع. ممكن كمان تديله فاكهه مهروسه زي الموز، الخوخ، المشمش، الكمثرى والتفاح طبعا. وطبعا طالما الطفل بدا ياكل يبقى هيبدا يشرب ميه، الميه لازم تكون نظيفه، لازم نكون غليناها وبردت. نيجي نتكلم على مرحله الشهر السابع. في مرحلة الشهر السابع بياكل كل الأكل اللي كان بياخده في الشهر السادس اللي احنا قلنا عليه، بنزود عليه إنه يبدأ ياخد البيض طبعا مسلوق ومهروس مخفف بمية أو بلبن الثدي، وصفار البيض وبياض البيض عادي. كنا الأول بنقول صفار البيض بس اللي مسموح بيه والبياض بعد سنة، لكن دلوقتي الاتنين مسموح بيهم عادي. كمان ممكن ندي زبادي سادة يكون متبستر أو جبنة مبسترة، وطبعا بنزود الكمية شوية، بدل ما كانوا معلقتين في الشهر السادس ممكن نخليهم 3 معالق، وممكن ندي وجبتين او 3 في اليوم. نيجي بقى للمرحله اللي بعد كده اللي هي الشهر الثامن. في الشهر الثامن بياخد نفس اللي خده في الشهور اللي قبل كده، لكن بنزود عليه قطع فراخ مسلوقه ومهروسه كويس، ممكن ياخد سمك، ممكن ياخد لحوم طبعا كلها مسلوقه ومهروسه كويس، وممكن ياخد مكرونه، ممكن ياخد عيش، ممكن ياخد شوربه فراخ بس تكون مخففه طبعا. المرحله اللي بعد كده هي من الشهر التاسع للشهر ال 12. في المرحله دي هو بياكل من معظم اكل البيت طبعا لما يكون اكل البيت صحي، لكن في حاجات ممنوعة قبل سنة. الحاجات اللي ممنوعة قبل سنة ما ياخدهاش خالص قبل سنة، اللي هي العسل، الشوكولاتة، الايس كريم، اللبن البقري، اللبن الجاموسي، التوابل، البهارات، الاكل الناشف اللي ممكن يخليه يشرق زي مثلا بلحة سليمة، حاجة سليمة ما ينفعش طبعا نديها له، الشاي، القهوة، السكر، الشيبسيهات، الحلويات، الاكل اللي نص سوا، كل الحاجات دي ممنوعة تماما قبل سنة. وبرضه في المرحلة دي زي المراحل اللي قبل كده بنزود كمية الأكل شوية، وممكن ياخد 3 وجبات في اليوم وكل وجبة حوالي 6 معالق. بالنسبة لعصير الفاكهة، الطفل ممكن ياخد بداية من 6 شهور عصير فاكهة مخفف معلهوش سكر طبعا خالص. وفي كلام دلوقتي كمان إن احنا ممكن نبدأ له اللحوم والأسماك حتى كمان بعد 6 شهور مباشرة. بعد سنة الطفل بياكل من أكل البيت، لكن بنحافظ على القوام اللي يقدر يبلعه. في النهاية أحب أشكركم، لو في أي استفسار ممكن تسأله في التعليقات، اعمل سبسكرايب ولايك وشير، وشكرا لكم.